اشراف الجامعه الملكيه المغربيه للفول كونتاكت والكيك بوكسين والرياضات المماثله وعصبة الشرق، نظمت جمعيه الصقر الذهبي للفول كونتاكت دوري الابطال بمدينه تاوريرت بمقر النادي بمشاركه جمعيه الوحده بتادات اقليم كرسيف، جمعيه الوفاء العيون، جمعيه الاسود تاوريرت. يعني داز هذا الدوري في واحد الاخر اخوي، دازوا مباراه في هذا الفول كونتاكت والحمد لله حنا اكتشفنا ابطال وبطلات. كان المجموع ديال المشاركين هنا في المقر ديال النادي اللي كان 40 مشارك ومشاركه، يعني 40 مقابله، دازت داك الشيء مزيان. انني فرحان بزاف بزاف، كنشكروا الاعلاميين اللي حضروا معنا، كنشكروا الجمعيات كاملين. حنا الحمد لله رغم الصعوبات والاكراهيات اللي كاين هنا في مدينه تاوريرت وكنلقاو الصعوبات بزاف باش ننظموا دوريات ما احسن من هذا الشيء، يعني ما كاين لا دعم لا مساعده. حنا هذا الشيء كننظموا كنطوعوا كرئيس جمعيه ومدير تقني، يعني كتخسر هذا الشيء من المال ديالك الخاص يعني باش تنظم دوري هكذا. يعني بزاف الجمعيات اللي كيهربوا من هاد التنظيمات كيلقاو الصعوبات، يعني ما كاينش اللي كيساندهم. وحنا الحمد لله لقينا هنا ابطال في هذا النهار اختاريناهم، اللي ان شاء الله مور رمضان ان شاء الله اللي غادي تكون واحد الدوري كبير هنا في مقر النادي، اللي ان شاء الله كنطلبوا ربي هذا الوباء يبعد علينا، وان شاء الله غتكون عندنا جمعيه ابطال وبالحاج بمدينه الخميسات اللي غادي يجيو عندنا هنايا. وان شاء الله كنتمنى الخير وكنتمنى ان شاء الله تكون الامور زينه وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنقدم الشكر ديالي بعد الاستاذ عبد النبي بوشعيب على هذه الاستضافه وهذا التربص الاعدادي ان شاء الله اللي احنا كنوجدوا ان شاء الله للبطوله الوطنيه وباش نستقلوا المواهب نتاع الابطال ديالنا ونشوفوا المستوى فين واصل. وكنتمنوا له الشكر الجزيل لقاش هذا حافز للابطال ديالنا باش يزيدوا يطوروا القدرات ديالهم ان شاء الله، وحنايا الدور ديالنا كاساتذه ان شاء الله باش ما علينا غير نزيدوا لقدام. ونتمنى التوفيق للجميع وشكرا. شكرا للصحافه. الرحيم محمد امين خمار بطل المغرب في رياضه الفول كونتاك، منتمي لجمعيه الصقر الذهبي لرياضه الفول كونتاك. اليوم كان عندنا واحد التربص اعدادي للبطولات الوطنيه ان شاء الله والبطولات الجهويه اللي غادي يكونوا في نفس الرياضه، والحمد لله دازت التظاهره بخير وتربص على اكمل وجه. وكنشكروا الجمعيات المنظمه الصقر الذهبي وجمعيه الاسود اللي سهروا على هذا التنظيم وسهروا على الجوائز، وكان تنظيم الصراحه في المستوى اللي هذه الرياضه كتفتقد على هذا النوع ديال التظاهرات الاستعداديه البطولات الوطنيه. وكذلك اللي هذه الرياضه كنفقدوا حتى كما نقولوا الدعم لهذه التظاهرات، وحتى الرعايه الصحفيه اللي كنشكروها اللي جات معنا هذا النهار وعطاتنا وقت وسهرت معنا من البدايه حتى الاخر كنشكروها بزاف. تقريبا لاول منابر يعني اللي التفتت لهذه الرياضه تقريبا من قبل ملي بدات هذه الجائحه لدابا، اللي كنشكرهم كذلك ونشكروا يعني جميع اللي ساهموا في هذا التظاهره والانجاح ديالها. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم يوسف الطاوسي اللي كان جاي من مدينه قرسيف، واليوم حنا كنتواجدوا بمدينه تاوريرت. لينا شرف كبير اننا نكونوا بالجمعيات اللي مشاركين في هذه البطوله هذه، والحمد لله كانت دازت امور بخير وعلى خير، والفضل كيرجع للمدرب ديالي السي سعيد، وتحيه خاصه لطاقم التصوير ديال اصوات، وتحيه خاصه للمدربين كاملين اللي موجودين معنا هنا، وما ننساش جمعيه تادارت، جمعيه الوحده للتربيه ديال تادارت. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.